تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك على رعاية سموه الكريمة للملتقى الحكومي 2017. وفيما يلي نص البرقية: صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرفع إلى سموكم الكريم أسماء آيات الشكر والتقدير على رعايتكم الكريمة للملتقى الحكومي 2017 الذي يجمع القيادات التنفيذية للحكومة تحت سقف واحد لاستعراض الإنجازات التي حققتها مختلف الجهات الحكومية ووضع التصورات المستقبلية نحو مزيد من الإنجاز بما يسهم في تنفيذ الرؤى الطموحة للمسيرة التنموية الشاملة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما يطيب لي أن أشيد بما تولونه سموكم حفظكم الله من اهتمام بالتحديث لتطوير أداء العمل الحكومي لتحقيق الأهداف المنشودة للمملكة عبر توجيهاتكم وحرصكم الدائم على أن تنفذ الخطط الحالية والمستقبلية بحسب المرسوم لها بما ينعكس على نماء وازدهار الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، ونثمن عاليا جهودكم المبذولة للوطن وأبنائه والتي أسهمت عبر مسيرة مملكة البحرين الزاهرة في تعزيز أسس ودعائم الدولة الحديثة ما كان له عظيم الأثر في تحقيق التطلعات ومواصلة السير بخطى ثابتة ومستمرة على طريق النجاح والتقدم والخير الذي عرفكم به أبناء البحرين، سائلا الله العلي القدير أن يمتع سموكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر ويسدد على طريق الخير خطاكم ويوفقنا جميعا لخدمة مملكتنا الغالية. ودمتم سيدي سالمين موفقين. ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.